نبدي مشوارنا بالاستطلاعات من كركوك. في الموسم الماضي كان عندنا استطلاع أو تقرير كان مؤلم حقيقة لتوأم سيامي ملتصق من البطن لطفلين ولدين وناشدوا عبر أهل المدينة. نعرف احنا فقط في السعودية هناك تجرى العمليات لفصل التوائم، فناشدوا من خلال أهل المدينة للتوصل إلى حل لفتح الطريق لهم ومساعدتهم لإيصالهم للسعودية. نشوف أمامنا صورهم عندما كانوا يعني طفلين صغيرين وهما ملتصقين. أنا أشكر كل الناس الطيبة. ما أدري وضعهم إيش يعني، ويقهر وضعهم. ماذا نقدر نشيلهم؟ ماذا نقدر نلبسهم؟ ماذا أقول لهم؟ أنا فخورة إنه عدنا بالدول العربية إنه ما كان نلتجئ إلا. أنا فخورة بهالشيء، وفخورة لأن أنا عايشة بالعراق وأناشدهم. أناشدهم إنه يكونون سبب هالطفلين يعيشون حياة طبيعية، وأنا راح أكون مشكورة لهم دائماً. وأنا واثقة كل الثقة، هم هذه المستشفى اللي مسويها يعني لعموم البشر. هذه كانت الموسم السابق وهذه المناشدة وهذه الآلام. اليوم راح نشوف احنا فرحة الجدة خاصة وفرحة الأهل بعد فصل التوأمين ورحلة العلاج اللي هي دامت شهرين. يعني طبعا العملية مو سهلة، كانت في السعودية ويوم أمس وصلوا إلى أرض الوطن، وصلوا إلى كركوك، وكيف كان استقبال الأهالي. وراح نشوف الطفلين أيضا، نروح سوا إلى كركوك ونشوف الفرحة وأيضا نفرح وياهم. هذه بشرى أيضا لكل أهل المدينة، كل من سأل عن التوأمين. شوي متعبة كانت، لأن رحلتين كانت. الاستقبال بالسعودية شلون كان؟ الاستقبال بالسعودية كان كلش ممتاز صراحة، يعني استقبلونا وفاجئونا بباب الطائرة الجماعة، واخذونا ورحبوا بينا بصراحة. العملية طولت تقريبا 6 ساعات، كانت ناجحة 100%، والحمد لله صحتهم كانت ممتازة بحيث طلعوهم بعد العناية المركزة بثلاث أيام أربعة طلعوهم. الحمد لله. احنا من خلال قناة شرقية برنامج أهل المدينة، أهلا من أول لحظة كنا وياكم إن شاء الله. اليوم شو تحبين تقولين رسالة اليوم؟ والله أشكر المحافظة أول مرة لأن ساهمت إنه وصلتنا للسعودية، وأشكر الملك لأنه سوى لنا هذه العملية. لولا المملكة العربية السعودية ولولا محافظتنا ما كنا يعني خلال شهرين نسوي العملية ونرجع للوطن. يعني قلب الأم إنه ما تحمل الضرر، تعالي شوف العملية. كان عرض على صالة مباشرة، المستشفى كله قاعد يشوف العملية. أنا يعني بس قربة ستشينة بتشيت كده بتروح، طلعت 6 ساعات خلوني بمكتب العلاقات العامة وسادين الغرفة عليها. شنو اسمهم؟ كريستيان برايست. صحتهم شو يعني؟ صحتهم الحمد لله، طلع بس الكبد، كان كبدين بس فصلوه، كل شيء ما طلع مشترك الحمد لله. Thank you.
اليوم سألتني سؤال شنو دافتش، واليوم راح أفرح وأقول أشكر أحمد للرب.